السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. وخلينا في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق، والأعزاء الكرام فريق البرنامج وإدارة القناة، والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة، والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، في عالمي الغيب والشهادة. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليكم السلام دكتور. دكتور، يعني السؤال الأول لأحد الإخوة المتصلين في حلقة اليوم اللي أرسل رسالة عفو عبر الواتساب، بيسأل فيها بيقول أنه ارتكب كبيرة من الكبائر ويريد التوبة من هذه الكبيرة ولا يعرف شروط التوبة من الكبائر. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمد بدوامك، ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإن نؤمن على حمدهم، والتأمين دعاء كما أصلنا وفصلنا في حلقات هذا البرنامج المبارك وغيره، حتى نكون بمن الله وفضله أفضل عباده يوم القيامة، كما في الصحيح أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ولصفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، اللهم حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها ما أحييتنا، وعصمنا اللهم بمنك وطولك وفضلك ما أحيتنا من نواقضها ونقائضها، فلا عاصم إلا أنت. اللهم إنا نسألك من هذه الشهادة ما شهدت به لنفسك وشهدت به لك ملائكتك وشهد لك به أولو العلم من خلقك، كما أخبرتنا في ثانية السبع الطوال وثانية الزهروين، فقلت ولازلت قائلا عليما، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بأسمائك الحسنى اجعل آخر كلامي من الدنيا، وكل من يؤمن على هذه الدعوة أو يدعو بها اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. باسمك الأعظم في علمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، بقرآنك الكريم وما لك فيه من آيات وكلمات وأسماء وصفات، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، استبشارا وتفاؤلا بحديث الصادق المصدوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأرضيان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك علي كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، عدد وملء وزنة ما بين ساق عرشك إلى قاع أرضك، ومن أزل وجودك إلى أبد بقائك ولا مشيت، في مثله في مثله، وكذا دوليك سرمدا في سرمد بدوامك، صلاة وسلاما لا يبلغ جديدهما ولا تبلغ حدودهما ولا يحصى عديدهما ولا يفنى مديدهما ولا يفرغ مزيدهم ولا ينتهي أمدهما، في مثله في مثله، وكذا دوليك، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، وأقرب خلقك منهم مجلسا يوم القيامة أولى الناس به. اللهم أمين، اللهم أمين. اللهم وبعد الله. فإن التوبة معايا أخي طارق. نعم دكتور، مع حضرتك. التوبة يعني أمر الله تعالى بها في كتابه في أكثر من آية، أمر الله تعالى بالتوبة في كتاب الكريم في أكثر من آية، وكذلك نبيه ورسوله النبي الخاتم والخاتم صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من حديث. ومن ذلك قوله تعالى في سورة النور، وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا. اللافت للنظر يا أخي طارق، اللافت للنظر، أي نعم دكتور، والمثير للانتباه أن الأمر ده موجه إلى مين؟ إلى المؤمنين. إلى المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. أيوة صح صحيح. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخت هذا المعنى، وأخت هذه الآية، أخت هذه الآية في هذا المعنى قوله تعالى في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني في النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون،
أي أداة نداء، والهاء للتنبيه كما يقول علماء اللغة، أي أداة نداء مثلية وهاء للتنبيه، وبعدين المؤمنون، والمؤمنون اسم جمع من صيغ العموم، من صيغ العموم لا مخصص له، يعني كل مؤمن، كل مؤمن مطالب بأن يتوب. طب هل يكون لأنه كل بني آدم خطاء؟ قد يقول هناك مؤمن مستقيم، أيوة، ولكنه لا تتم له، لا تتم له ذلك، لأنه إن لم يباشر الذنب، إن لم يقع في ذنب، إن لم يوقع ذنبا، فربما هناك تقصير في الطاعة. صحيح، يعني إن لم يكن ذنب قد يكون هناك تقصير في الطاعة، ولأمر ما شرع الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة. أول ذكر تذكر الله تعالى بعد الصلاة استغفر الله، مع أن كنت في طاعة ولم تكن في معصية، ومع ذلك شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستغفر الله تعالى ثلاثا بعد نداء من الصلاة، وكذلك بعد الفراغ من مناسك الحج أيضا، والحج شعيرة وشعبة الإيمان وركن الإسلام، وهو طاعة لله سبحانه وتعالى، وسمى الله تعالى باسم صورة في كتاب الكريم، ومع ذلك أمرنا الله تعالى بالاستغفار بعد الفراغ منه، فقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباء، قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبيل من الظن، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيه واستغفروا الله. وهكذا يعني، وفي نهاية رمضان أيضا يبقى الصلاة استغفار، الحج استغفار، الصيام. لما سألت السيدة عائشة الله تبارك وتعالى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كانت نازل القدر فبأي شيء أدعو، قال قولي اللهم إنك إيه عفو تحب العفو. أينا. والعفو ده اللي بيطلب العفو من المقصر. أينا. اللي وقف في ذنب، اللي مفرط في طاعة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهكذا. يبقى آية النور وتوب الله جميعا أيها المؤمنون، وآية التحريم صدر بالنداء للمؤمنين أيضا، يا الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر، وكل عسى في القرآن الكريم محققة إلا عسى التحريم الأولى. يعني محققة يا أخي طارق، يعني معناها ان اي امر علق على 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 الايه على عسى او اختها لعل وتنفذان الترجي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سيحقق ذلك. يبقى معنى قوله تعالى عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، يعني الله تعالى سيكفر عنا سيئتنا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، متى؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. يا رب لا تخزنا، يا رب لا تخزنا يوم يبعثون، كما علمنا ربنا تبارك وتعالى في دعاء عبادي اولي الالباب، عبادي من اولي الالباب، ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وبعدين الامر اللافت للنظر ايضا اخي طارق، ايه النور معايا حبيبي، ايه سوره النور، ايوه ايه سوره النور، وتوبوا الله يا جماعه ايها المؤمنون. الايه دي عجيبه جدا، مناسبه جدا للسؤال. السائل يقول انه وقع في كبيره من الكبائر، فكيف يتوب؟ الآية دي جاءت بعد ذكر كبائر. هذه الآية جاءت بعد ذكر كبائر، لأن أول السورة بعد الآية الأولى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون، وبعدين الزانية والزاني، أيوة، فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله. يبقى هي ربنا سمى الحدود هنا دين، هنا ولا تكون بما رأفة في دين الله، هنا دين الله، هنا الحدود ولا تأخذوا بما رأفة في دين الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هل هم مؤمنون ولا غير مؤمنين يا أخي طارق؟ مؤمنين إن شاء الله، مؤمنون. فلماذا يقول إن كنتم مؤمنين، فلماذا يقول ولا تأخذوا بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ يقول الفخر الرازي من باب التهييج والإثارة وإثارة الحمية وبعث الحماسة، يعني لو مؤمنين فعلا أقيموا هذا الحد ولا تأخذكم بما رأفة، وهنا قال رأفة ولم يقل رحمة، ولا تأخذكم بما إيه رأفة في دين الله، ما قالش رحمة. هل في فرق بين الرأفة والرحمة؟ نعم، الرأفة شدة الرحمة. الرأفة شدة الرحمة. فنهوا عن أن تأخذهم بهم شدة رحمة، فينقصوا العدد. بدل ما يكون 100 يبقى 90 80 70 60 انقاص.
أو يضربوا ضرب يعني عفوا ليس يعني مع أن هذا الحد الحدود. الحديث الشريف يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: حد يقام في الأرض خير لأمتي من أن يمطروا 40 عاما. حد يقام على مرتكب كبيرة خير للأمة من أن يمطروا 40 عاما. سبحان الله. رأيت يعني ده دين، لأنه ده فيه تقوى لله سبحانه وتعالى لإقامة المجتمع على الجادة ولتربية المجتمع. وربنا سبحانه وتعالى علمنا بهذا أن هناك ثواب وهناك عقاب، هناك جنة ونار، لا يستوي أم نجعل الذين منعوا من الصلاة كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، لا يستوون. فبالتالي نهوا عن تأخذهم عن أن تأخذهم بهم شدة رحمة، لكن الرحمة مطلوبة في إقامة الحد. ولذلك يطالب الذي يقيم الحد، اللي بيقيم الحد 100 جلدة للزاني غير المتزوج، انه لا يرى ابطه. معايا اخي طارق؟ نعم. يعني هو بيضرب ويضرب عفوا هو بيضرب وبيضرب بالجلده او بالكرباج، لا يرفع بحيث يرى ابطه. وبعدين لا يختش لحما ولا يكسر عظما. اليست هذه الرحمه اخي طارق؟ طبعا. يبقى لذلك أدرى، يبقى منهيون عن ان تاخذهم بهم شده الرحمه، لكن الرحمه فلا يزيد في الحدود، لا يزيد في الحد، ما يزيدش عن 100. وبعد لا يزيد عليها فتجاوز حد الله سبحانه وتعالى. وبعدين كبيره ثانيه جاءت بعدها، يقول تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 8 جلدة. نعم. يبقى حد القذف، حد القذف. أيوة. يبقى جريمه الزنا، الزنا كبيرة، القذف كبيرة، لأن الحديث الصحيح قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ موبقات يعني مهلكات. قيل: ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والسبعة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يبقى القذف برضو كبيرة. وبعدين جاءت قصة الإفك، ودي طبعا أكبر الإفك خالص، قصة الإفك التي برأ الله منها أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من فوق 7 سماوات، حيث بدأت القصة بقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك، وختمت بقوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وبعدين ذكرت الآيات بعد ذلك آداب البيوت، لأنه عدم مراعاة حرمات البيوت يؤدي إلى الوقوع في الزنا، يؤدي إلى الوقوع في القذف. وذلك قال تعالى بعد قصة الإفك: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم، إلى آخر النص. وبعدين يبين بقى الآداب اللي تمنع الوقوع في الزنا وجريمة القذف، منها غض البصر. ولذلك قال تعالى: قل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ذلك أزكى لهم، الله خير مما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر هذه الآية. وبعدين هناك يقول تعالى في الآخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكيف تكون التوبة من مثل هذه الكبائر؟ أول شرط من شروط التوبة، أول شرط. معايا أخي طارق؟ أي أول شرط دكتور؟ أول شرط الإخلاص. الإخلاص لله. الإخلاص لله، يقصد بتوبته وجه الله عز وجل. لا يتوب لأنه عجز عن الزنا. ولذلك هنا كلام كبير للفقهاء وكثير جدا توبة العاجز. واحد بيزني وبعدين خلاص بلغ سلم الأوراق، بعد ما سلم الأوراق لما يتوب هو خليه ما يتوبش، هل يستطيع أن يفعل شيئا؟ خلاص رفع الراية البيضة خلاص. اللي بيسرق يعني لما تقطع يده ما عادش هيسرق، كيف سيسرق؟ فلذلك توبة عنك. ولذلك يبقى المقصود بالتوبة، واحد خطط انه يروح يزني في مكان معين وبعدين وصل المكان فوجد شرطة موجودين ولم يتمكن فرجع عن الزنا، يبقى هنا لم يقصد بتوبته وجه الله عز وجل ولم يصرفه عن الزنا مخافة الله عز وجل. يبقى دي أول شرط من شروط التوبة النصوح، سواء كان من صغير أو من كبير، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني، الشرط معايا؟ نعم دكتور. الشرط الثاني الندم، يندم على هذا الذنب. وفي بعض الآثار الندم توبة، الندم توبة. الشرط الثالث الإقلاع عن هذا الذنب، يقلع لكن لا يستمر في المعصية ويقول تبت إلى الله. ولذلك في بعض الآثار المستغفر ربه ومقيم على ذنبه كالمستهزئ بربه. ربنا يستر. المستغفر لربه ومقيم على ذنبه كالمستهزئ بربه. لازم يترك الذنب.
لابد. ولذلك قلنا الإخلاص، الندم، الإقلاع، الإقلاع عن هذا الذنب، وبعدين العزم على عدم العودة. شطر ربي بقى، العزم على عدم العودة إليه. يعزم ما عادش ليه، خلاص تاء توبة نصوح ما يرجعش ليها توبة. يبقى الإخلاص، الندم، الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العودة إليه. ما الذي يدل على عدم، على العزم على عدم العودة إليه؟ إنه مع ذلك إنه غير مصر، لكن لو ناوي يرجع له تاني يبقى مصر، يبقى فيه إصرار، بالتالي يبقى إصرار. ولذلك قال تعالى في وصف المتقين في سورة آل عمران، في أوصف المتقين قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم أعدت للمتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبعدين قال بقى، وده محل الشاهد: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. سبحان الله. فاستغفروا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وبعدين ولم يصروا على ما فعلوا. هذا محل الشاهد، لأنه لو رجع للذنب يبقى مع ذلك المصر. فلذلك، ولذلك يعني في الآثار يقولون: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. معي أخي طارق؟ أي نعم دكتور. لا صغيرة مع الإصرار. يعني الإصرار يعني يحول الصغيرة إلى كبيرة دكتور؟ الصغيرة تحول إلى كبيرة بالإصرار. يعني مثلا النظرة، نظرة الرجل للمرأة الأجنبية، لك الأولى كما في الحديث، لك الأولى وعليك الثانية. يبقى له الأولى اللي وقعت عفوا بغير قصد، بغير عمد، واحد ماشي في الطريق، ركب سيارة ولا ركب ولا 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 ماشي على رجليه في سوبر ماركت، في سوق، في محل، في دكان، في بقالة، وقع بصره على امرأة، له الأولى، يغض بصره، يصرف بصره. الثانية بقى واحد بقى ملبس عليه إبليس، واحد متلبس وإبليس، يقول لك مدام له الأولى مجرد ما يقع نظره يسلط النظر ويستمر. يبقى ده تلبس إبليس. لا، لك الأولى العفوية التي تقع بغير قصد وبغير عمد وبغير نية وبغير إرادة. لكن لو وقع البصر لأول مرة عفوا، عفو الخاطر بدون قصد وبدون إرادة، ثم استمريت وواصلت النظر، تأثم، تكون هذه الأولى عليك كذلك وعليك الثانية. طيب لو أصر بقى في الثانية دي يبقى تحولت إلى كبيرة. وذلك الأثر يقول: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. واضح يا أخي طارق معايا؟ أي نعم دكتور. يبقى الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الندم، الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، الشرط الرابع العزم على عدم العودة إليه، الشرط الخامس، الشرط الخامس إذا كانت هذه الكبيرة في حق الخلق كسرقة، سرقة أو اعتداء على أعراض، يبقى لابد من أن يؤدي هذه الحقوق لأصحابها، لأن حقوق الله تقوم على المسامحة. يعني لو واحد مشرك يدعي مع الله تعالى إلها آخر، دي أكبر الكبائر، كما قال المولى عز وجل في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أكبر الكبائر. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وخلقه. طب مشرك أسلم وأعلن أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، يغفر له، قل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص انتهى، لأن حقوق الله تقوم على المسامحة. أما حقوق العباد فتقوم على المشاححة. لازم تأدي الحق، لابد من أداء هذه الحقوق. يعني يستسمحهم أو يمكن نفسه، فإن عفوا عنه عفوا، لم يعفوا أخذوا حقهم. ولذلك إذا أقيمت الحلف في الدنيا، إذا قمت الحلف في الدنيا الله تعالى يعفو عنه. وذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في البيعة اللي تم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين النساء وسجلت في القرآن، وبينه وبين الرجال وسجلت في السنة. في القرآن سجلت البيعة من النبي عليه الصلاة والسلام للنساء في سورة الممتحنة بفتح الحاء أو بكسرها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا، على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتين بوتان يفترون بين أيديهن ورجلهن ولا يعصنك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إنه غفور رحيم. سجلت في السنة للرجال، مع الرجال سجلت في السنة. في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. معي يا أخي طارق؟ أي نعم دكتور.
بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفتنوا بين أيديكم ورجلكم، ولا تعصوا في معروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو محل شاهد: فمن وفى منكم فأجره على الله، اللي التزم بهذه البنود أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا وقع في كمن الكباب ثم عوقب به في الدنيا. معايا؟ أي نعم دكتور. عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ولذلك العلماء يقولون الحدود زواجر وجوابر. زواجر زواجر وجوابر. أي زواجر وجوابر. زواجر يعني إيه؟ جمع زجر، تزجر اللي قيم عليه الحد حتى لا يعاد الذنب مرة ثانية. وزاجر لغيره. زجر لغيره يعني واحد غيره تحدث نفسه بالكاميرا دي يعلم أنه سيلقى نفس العقوبة. وذلك الله سبحانه وتعالى أمر في آية الزنا، قال إيه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ولا تأخذكم بما رفض الله إن كنتم من بالله ولا من آخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه طائفة من يشهدوا للزجر؟ حتى واحد لو حدث نفسه إبليسه زين له الوقوف هذه المعصية يعلم أنه سيلقى نفس المصير. فالحدود زواجر وجوابر. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفو إن شاء عقبة. هذه الشروط الخمسة التي لابد منها للتوبة من الكبائر والتوبة من الذنوب: الإخلاص، الندم، الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العودة إليه. الشرط الخامس أداء الحقوق إلى أصحابها إذا كان الذنب في حق الخلق، فحقوق العباد تقوم على المشاححة بينما حق الله تعالى يقوم على المسامحة. نعم. أي نعم دكتور، جزاك الله خيرا دكتور. في بالنسبة للأسئلة، أحد الأشخاص بيقول إن هو يعني كان بينه وبين أحد وشخص آخر يعني معاملة مادية، فطلب منه مبلغ من المال 1000 جنيه، فأرسل له هذا المبلغ على التليفون، على يعني محفظة الهاتف، فلم تصله ولم يصل إشعار يعني، أو لم يعرف أنها وصلته، وقال له لا ما وصلنيش هذا المبلغ. وبعد فترة مرور عام اكتشف أن المبلغ فعلا كان وصل إلى يعني حسابه، ولكنه لم يدري بذلك. حاول التواصل مع هذا الشخص لكن لم يصل إليه، فماذا يفعل في هذا المبلغ؟ يعني أنا عايز تلخيص السؤال يا أخي طارق. تلخيص السؤال دكتور، يعني واحد بعت لواحد فلوس، يعني ظن أنها ما وصلتوش، وبعدين بعد سنة اكتشف أن الفلوس وصلته مرة تانية، وصلته فعلا، فمش عارف يرجع له فلوسه مرة تانية، يعمل إيه؟ يعني تصدق يعني بيها مثلا؟ يعني الشخص الدائن وصله حقه مرتين يعني؟ وصله حقه مرتين. أيوة وصل مرتين. أيوة. طب خلاص، هو الوقت يعني معنى ذلك خلاصة السؤال أنه ماذا يفعل في المبلغ اللي جاله زيادة على مبلغه هو؟ أيوة مظبوط، صح كده. هو يسعى اليه، يسعى يعني يسعى الى انه يرده له، لان هو اللي اعطاه قبل كده. كيف اعطاه الدين والقرض الاول؟ كيف اعطاه السلف الاول؟ فاذا كان لديه عنوان له يرسل اليه العنوان، يرسل اليه اما عن طريق البريد، يرسل اليه عن طريق حد شخصيا، مقابله شخصيه. ان عجز تماما عن انه يصل اليه، يتصدق بهذا المبلغ من المال عن صاحب هذا المال بس. طب هو دكتور يعني في اخ ايضا بعد سؤال يمكن قريب برضه من سؤال الاخ ده، وقريب من النقطه اللي هي في شروط التوبه، مساله يعني حقوق العباد. الاخ بيقول ان انا كان عليا ديون كتير لناس كتير جدا، وكنت عايز اسددها لاصحابها، ولكن الناس دي في منهم ناس سافرت، في منهم ناس توفت، في ناس ما اعرفش اوصل لهم، وايضا تسببت بضرر كبير واذى كبير لناس كتير، ومش هعرف اراضيهم، وفي نفس الوقت انا عايز اتوب، فماذا افعل؟ هو الوقت الديون يا أخي طارق، الديون لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. الأداء أو الإبراء، يا الأداء يا الإبراء، يا يؤدي يا إما الدائنين يبرئوه، يعني يتسامحوا ينزلوا كما قال تعالى في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن لم يتمكن من الأداء وعلم الله يعني من قلبه، طبعا الأصل في المسألة، مسألة الديون والقروض والسلف، الأصل فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذ أموال الناس لا يريد أداءها أتلفه الله عز وجل، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما معنى من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه؟ إن ربنا يستر له الأمور ويفتح له الأبواب ويستر له السبل اللي بها يستطيع أن يسدد ما عليه من هذه الديون، ده كان في نيته
والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك المدين عليه أو اللي بيقترض عليه أن ينوي عندما يقترض ويستدين عليه أن يكون في نيته أن يؤدي وأن يرد وأن يعني إيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول تعامل بالدين، الرسول استلف، ومن استلف منهم يعني أدى إليهم دينهم، وقال إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. الوفاء يعني وفي الدين ويحمد ويشكره. والنص يقول تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له أضعافا كثيرة إلى آخر هذا النص الكريم. فيكون ناوي الأداء فربنا يسر له بنيته، وكما في الأثر بنياتكم ترزقون، بنياتي يرزق، ييسر الله تعالى له الأسباب، فتح له الأبواب، ييسر له السبل اللي بها يستغني ويستطيع أن يسدد هذا الدين. طيب لو أنه هو نوى ولكن لم يتمكن ولم يتيسر له، ويعني أدركته المنية، الله سبحانه وتعالى لما علم من نيته نيته في الوفاء والسداد، الله تعالى سيرضي عنه الدائنين يعني يجمع بينهم يوم القيامة ويجعلهم يسامحون ويعفون عنه. ولذلك يعني بد من أن التعامل مع الله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أي نعم. أخ سيد الدكتور بيقول بسأل عن ضوابط الشرع في المصيف مع العلم أن كل الشواطئ فيها اختلاط كبير، فكيف نبتعد عن المحرمات؟ أولا يراعي العورة لما ما في مانع من ارتياد هذه المصايف والأماكن السباحة، لكن إذا كان في اختلاط يحذر الاختلاط، لأن الاختلاط منهي عنه شرعا حتى في مقاعد الدراسة في المعاهد والمدارس والجامعات والكليات، حتى في الزيارات العائلية. يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا في بيته ومعه زوجتين من أزواجه رضي الله تعالى عنهن أمهاتنا، وإذا بعبد الله بن أم مكتوم الذي نزل في شأنه سورة عبس وتولى، فبينما هو مقبل فقال رسول لزوجتيه احتجبا، فقالت إحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أوليس أعمى رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام وأنتما أفعمياوان أنتما لا تبصرانه. فمن هذا الحديث أخذ العلماء أنه عدم جواز الاختلاط في الزيارات العائلية. طيب لأن الاختلاط والتبرج والسفور هذه أشياء خطوات تؤدي إلى الوقوع في المعصية، ولذلك الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر جريمة الزنا وجريمة القذف وجريمة الإفك بعدها قال تعالى في نهاية قصة الإفك الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وأمير الشعراء زمان أحمد شوقي عليه رحمة الله قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، دي خطوات الشيطان، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وإذا تم اللقاء الحديث يقول الصحيح ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يحرص على أن يرتاد المصايف الشواطئ التي يكون يحتجب، يخلو جانب بأهله، جانب بأهله، وبعدين لما ينزل يحذر ألا تنكشف عورة الرجل طبعا ما بين من السرة إلى الركبة. والرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثر ورد عنه أنه قال الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة، حتى قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان الرجل خاليا، لو أنا خالي أنا قاعد بين أربع جدران لا يوجد أحد معي، هل أجلس وفخذي مكشفتان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيا منه. فبالتالي ده ضابط لابد منه، يبقى يحضر الاختلاط، يحضر كذلك أنه يتعرى، لو كان المرأة هتنزل برضو تلبس ملابس تغطي جسمها كله ما في بأس من ذلك. يبقى هذه بعض الضوابط التي لابد منها عند ارتياد المصايف والشواطئ حتى نقع في إثم. ده لا بأس بالترفيه، لا بأس بالتروح عن النفس، لكن بضابط الشرع أروح أرفع عن نفسي، لكن شرط ألا أرتكب وزرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كما قال لحنظلة لما لقي أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني حنظلة، فسأله كيف حالك يا حنظلة؟ معي أخي طارق؟ أي نعم دكتور. كيف أنت يا حنظلة؟ قال حنظلة لأبك نافق حنظلة. حنظلة نافق. قال له أبو بكر انظر ما تقول لحنظلة. قال يا أبو بكر نافق حنظلة. قال كيف؟ قال نرى رسول الله فيحدثنا بالجنة والنار كأننا رأي عين. نسمع الرسول يحدثنا عن الجنة يعايشنا فيها كأننا داخل الجنة، ويحدثنا عن النار كأننا داخل النار كأن رأينا. فإذا تركنا رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعالج بقى الزوجة والأولاد ويلحق ويلعب ويمرح ويسرح وكذا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. نافق حنظلة فقال بكر والله يا حنظلة إنا لنلقى مثل ما تلقى، نفس الكلمة بتقوله،
مع مجلس الرسول في حال، ولما نترك مجلس الرسول في حال ثاني خالص مرة، بنا إلى رسول الله، هيا بنا. فلما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الخبر، قال رسول الله حنظلة: يا حنظلة، وده محل الشاهد، ساعة وساعة، ساعة وساعة. ليس معنى ذلك أنه كما يقولون أخي طارق يقول ساعة لقلبك وساعة لربك، لا، كلها لله. ولذلك علمنا الله تعالى أن نعدل هذا، فقال في سورة الأنعام في آخرها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي كلها، ومماتي لرب العالمين. مش فيها حاجة اسمها ساعة لقلبك وساعة لربك. حتى الساعة لقلبك دي لما تنوي بها وجه الله تكون عبادة إن شاء الله. يعني تاكل الاكل، الناس بتاكل قبل ان يقول الله تعالى في القران: وكلوا واشربوا. صح يا اخي طارق؟ صح يا دكتور. من قبل ما النص يقول، الناس بتاكل وتشرب. لكن انا عندما اكل اجلس الى الطعام اقول بسم الله. يعني معنى ذلك دكتور ان النيه في العادات تحولها الى عباده. يعني طب انا دكتور، النيه بتحول العاده الى عباده. نعم واضح يا دكتور. تحول العاده الى عباده. وتميز بين العبادات، يعني نشوف صلاه الفجر وسنه الفجر. سنه الفجر كم ركعه؟ ركعتين. والفرض اثنين برضه. اثنين. ما الذي يميز بينهما؟ النية. ركعتين. يميز بينهما النية. كانت الأولى سنة، وكانت الثانية فريضة بالنية. فلذلك النية تحول العادة إلى عبادة. وتميز بين العبادات وبعضها البعض. فلذلك واضح دكتور. تفضل. دكتور احنا معنا الأخت أم عمرو من مصر. أم عمرو تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت عايزة أسأل الشيخ في حاجة. حضرتك، أنا جوزي كان في واحد مديله مبلغ عشان يجيب له حاجة، يعني كحاجة العربية يعني. تمام. وجه الراجل ده توصل له. فلما مات طبعا جوزي جايب له الحاجة ما بسمعوش فلوس إنه يردها له. فعدت عليها يعني بتاع سنة كده. فهل لما يجي يرد الفلوس للورثة هل يردها بنفس المبلغ، بكمة المبلغ، او يردها لها يعني بالمبلغ اللي هو بتاع دلوقتي الجنيه كان ساعتها مش واقع كده، فدلوقتي الجنيه وقع خالص، هل يعني هيردها له بانهي صيغه، بنفس المبلغ ولا ايه؟ طيب ده سؤال. طيب تمام. طيب. السؤال الثاني، طب خلينا نجاوب السؤال ده يا اختم معاهم. انا عشان هنجاوب السؤال ده وناخد منك السؤال الثاني. الدكتور الاخت ام عمرو بتقول يعني زوجها كان عليه دين لاحد الاشخاص يعني بمبلغ، وانتظر يعني مر عام من ساعة على هذا الدين، طبعا تغيرت قيمة العملة خلال هذا العام، فعند الرد للورثة عندما يرد هذا الدين للورثة يردها يعني نفس المبلغ وقت ما خده ولا بالقيمة الحالية وقت السداد؟ هو الأصل أولا نشكر الأخت أم عمرو وابنتنا أم عمرو على سؤالها وحرصها على إبراء ذمة زوجها. الأصل أن القرض يرد بالقدر الذي أخذ. يعني خد 10 يرد 10، خد 1000 يرد 1000، إلا إذا وقع تغيير في قيمة العملة والقيمة الثمنية للعملة وكان في غبن فاحش كبير. يعني افرض واحد مثلا خد من واحد 1000 جنيه، لما جه يردهم له القيمة الآن زادت، الوضع اختلف دلوقتي. أيوة. القوة الشرائية للجنيه انخفضت الآن دلوقتي. صحيح. فبالتالي من العلماء من يرى أنه رعاية، لأن الإسلام كما يراعي مصلحة المقترض فأنه يمكنه من الحصول على السيولة النقدية ليقضي حقته ويحقق مصالحه، كذلك الإسلام يراعي مصلحة المقرض اللي هو الدائن. أيوة. إن القوة الشرائية والقيمة الثمنية القيمة الثمنية لماله لا تقل. فإذا وقع هناك غبن فاحش كبير جدا، في تفاوت كبير جدا في العملة، من العلماء من يرى أنه يرد المبلغ ده بالقيمة وليس بالقدر. يرد بالإيه يا أخي طارق؟ بالقيمة. إيه؟ بالقيمة وليس بالقدر. القدر اللي هو العدد 1000 1000، لكن القيمة. ولذلك عند السادة الشافعية، هذا الاعتبار، يقول لك لما إنسان يقرض لآخر 1000 جنيه كيف يرده؟ يقول لك 1000 جنيه يوم ما خدهم كسلف أو كقرض أو كدين. 1000 جنيه ده كم يشتري من قوت الناس الضروري اليومي؟ الناس بتاكل قمح يوميا، الخبز. طيب أو الطعام اللي هو الأكل يعني. يربطه بحاجة من الأقوات الضرورية اليومية. يعني مثلا رز، عيش، خبز، دقيق. أيوة. يعني يشوف 1000 ده يجيب كم أرداب قمح، كم طن أرز يوم ما أخده. يوم ما يرده بحيث لو أن 1000 جنيه ده يجيب مثلا طن قمح، يبقى يوم ما يرد المبلغ اللي به يشتري الدائن طن قمح. أي نعم. في العصر الحديث طبعا
العصر حيث الناس الآن بتجيب خبز جاهز، تروح المخابز توقف على الأفران والتمثيلات اللي بتطلع ديت مؤخرا يبقى أقول لك يربطوا بعملة من العملات الثابتة القيمة. أي نعم، بعملة من العملات الثابتة القيمة. الألف جنيه ده كان يكسوه كم دولار مثلا؟ أي نعم. إذا كان إذا يتم ربطه بعملة من العملات الثابتة القيمة رعاية لمصلحة الدائن، وبالتالي يبقى يشوف أما إذا كان التفاوت بسيط ميسور يبقى يسامح الدائن في هذا الأمر، لأنه هو أصلا لما أقرض أقرضه لوجه الله سبحانه وتعالى، فيبقى العمل لوجه الله سبحانه وتعالى خالص إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. أختم عمر لسه معنا؟ أم عمر؟ يعني أفهم من أيوة معاك حضرتك. تفضلي. يعني أفهم من كده من الألفين ونص مثلا اللي هو أخذهم جزء دول يردهم مثلا كام كده المبلغ؟ تشوفي هم تشوف هم اخت معمر ابنة معمر والاخ طارق معايا، تشوفوا المبلغ اللي الزوج ابو عمر استلفه كم كان يساوي كم دولار في ذلك الوقت، ونشوف النهارده لما جينا نرد المبلغ ده لورثه المتوفى لورثه الدائن كم يجيب كم دولار، ترد بكم دولار بنفس القيمه اللي اخذها يوم ما اخذها. اي نعم، واضح الدكتور. طيب معنا الاخت اميمه من مصر. استاذه اميمه اتفضلي. عند الاخت ام عمرو سؤال ثاني كاني اخي اختار. استاذه ام عمرو انت لسه معانا؟ يبدو انها تركتنا دكتور. الاستاذه اميمه اتفضلي بالسؤال. استاذه اميمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك. الله يبارك فيك يا استاذ طارق. ممكن اوجه للشيخ سؤالين؟ طبعا اتفضلي. طيب السؤال الاول يا استاذ طارق، معانا كان امي الله يرحمها عليه رحمه الله، كانت اخواتها اكلوا ميراثها وما ادوها لهاش، راحت قالت لو انا مت ما حدش يطالب بالميراث بتاعي، فهي دلوقتي توفاها الله، هل احنا علينا ذنب او وزر لو احنا طالبنا بالورث بتاعها دلوقتي؟ طيب تمام. خليكي يا اخت اميمه معانا عشان سؤالك الثاني دكتور. الاخت اميمه بتقول والدتها يعني اخواتها اخذوا يعني اكلوا ميراثها، فهي طلبت من اولادها ان هم لا يطلبوا بهذا الميراث بعد وفاتها، وتوفت الان، هل لو طالبوا بالميراث يبقى خلفوا الوصيه او عليهم ذنب ام لا؟ والله هو اخي طارق واختنا او ابنتنا اميمه، اذا كانت الوالده ربنا تقبلها في الصالحين، اذا كانت اوصتهم بهذه الوصيه الا يطالبوا اخوالهم بالميراث عن طيب نفس وعن طيب خاطر، لا بأس به، يبقى تنفذ الوصية. يبقى معنى ذلك يعتبر هذا إذا كانت قالته عن طيب نفس وعن رضا، لأن النص يقول يأذن من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الحديث يقول لا يحل امرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس. إلا عن طيب نفس. فإذا كان نفسها طيبة وقالت هذا الكلام، وهي ابنتنا أو أختنا أميمة تعلم بنفسيات والدتها والجو العام اللي هي قالت فيه هذا الكلام لا تطلبوا أخلكم بالمراس، إذا علمت أنها قالت ذلك عن طيب نفس وعن رضا وطيب خاطر، يبقى معنى ذلك يعتبر هذا من باب التنازل منها لإخوتها عن المراس، يبقى ليس لهم الحق أن يطلبوا به، لأن صاحب الحق تنازل عنه، صاحب الحق سامح فيه وطابت نفسه. أما إذا كان استشعرت من والدتها إن الكلام ده قالته يأسن معايا أخي طارق، يأسن وفقدان أمل، إن مفيش أمل، وبعدين حتى لا يكون مثار إشكال ولا يكون مثار نزاع بين أولادها وبين إخواتها، قالت لهم لا تطالبون بشيء، قد يكون هذا يبقى كأنها بسيف الحياء، سيف الحياء أوصتهم بهذه الوصية. فإذا كان إخوالها، أنا أرى يعني مع طرحي لهذا أطرح الجانب الآخر، إذا كان إخوال ابنتنا أو أختنا أميمة، إذا كانوا إخوالها يسمعون الآن وعليهم حقوق لأختهم اللي هي ولدت ابنتنا أميمة، يعني يردوها لأنها في الدنيا أرخص من الآخرة، في الدنيا أرخص من الآخرة، لأن الآخرة كم لا دينهم ولا دينار، وإنما يكون الحساب بالحسنات وبالسيئات. هذا ما أنصح. فإذا كانت الفتوى الآن عند الأخت أميمة أمها قالت هذا الكلام يأسا وفقدان أمل وفض النزاع وحل الإشكال بحيث أولادها لا يتنازعوا مع أخوالهم، ولا قالت هذا الكلام عن طيب خاطر وعن رضا نفس؟ أي نعم. عن طيب وطيب نفس قالت لا أطول. واضح يا دكتور. أستاذ أميمة سؤالك الثاني. أيوة صفار تفضلي بالسؤال الثاني. السؤال الثاني يا دكتور، ليا واحدة زميلة في العمل اتخطبت لشخص، والشخص ده تدين وصلاة وصيام وكل حاجة، بس طلب منها ان هي
تمسك صورة الشيخ علي جمعة كل يوم وتصلي وتحطها قدامها وتصلي على النبي 1000 صلاة يوميا. فأنا قلت لها بلاش منه الشخص ده وبلاش ارفض الخطوبة وارفض الزواج. فهل أنا كده أخطأت؟ دكتور لو حضرتك لو السؤال واضح لحضرتك يعني الزميلة تقدم لها شخص يخطبها. اتفضل دكتور لو في سؤال او شيء. ماشي اسمع بس سؤال. يعني تقدم لها شخص يعني على خلق ودين حسب ما تقول في السؤال، ولكن هو طلب منها انها يعني ان هو تضع صورة الشيخ علي جمعة وتصلي على النبي يعني عدد معين من الصلوات يعني. الجزء الثاني الجزء الثاني وصية بالمعروف لا بأس بها، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 2000 3000 يعني. النبي احنا يومنا الخميس وغدا الجمعة ان شاء الله سبحانه وتعالى، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي أكثر من الصلاة والسلام عليها في كل جمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك. لكن الأولى لا، الأولى لا تصعب في ذلك، لا تصعب في ذلك. وبعدين يعني ما انصحش بأنه هو ترفض الخطوبة كده، لأن هو الوقت أوصى بالمعروف، والنص يقول تعالى في العصر والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي وصية معروف. لكن كون إنها تمسك الصورة ما فهمناش إيه الحكمة من إنها تمسك صورة الـ صورة الـ 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 الاسم ده، صاحب الاسم ده. يعني فتستفهم منها وتتوضح ويبقى فيه مادة للحوار، يبقى فيه مادة للحوار، ما الحكمة من هذا؟ إذا كان والله يعني يعني طبعا ده أمر غير مشروع، ما الحكمة في أنها تمسك صورة واحد وكذا؟ فلا انصح بانها تفض الخطوبه، لان انما يبقى في حوار. لان الوقت لو 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 رفضت هذا الخاطب وتقدم خاطب اخر وبعدين بدا منه بعض الاشياء هتسيبه برضه، ولو تقدم لها خاطب ثالث وطلب بعض الاشياء وغير مشروع ورفضته وماذا بعد؟ حط جواب لسؤاله ماذا بعد. انما الحوار نقلل الحقائق، نتبين، نتعرف ايه وجهه النظر. لكن في كل أحوال في كل أحوال هذا غير مشروع أنها تمسك صورة تصلي على النبي. لكن إيه مناسبة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مع صورة المذكور هذا؟ لا علاقة ولا مناسبة إطلاقا بحمل الأحوال. جزاك الله خير دكتور. تنصح بالحوار إن شاء الله حبيبي. إن شاء الله. دكتور في أخ سائل بيسأل بيقول هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟ بالنية لازم النية. أيوه لازم النية. ولذلك من سنن الغسل الوضوء قبله، من سنن الغسل الوضوء قبله، يعني ما تقدر تغتسل تتوضى الاول طبعا الاستنجاء والاستفراغ وبعدين الاستنجاء وبعدين الوضوء وبعدين تصب الماء على الجسد بعد ذلك. طيب لو ان واحد عفوا يعني بيغتسل في نهر جاري او في مسبح او حمام سباحه خلاص جسمه كله، بس ينوي لانه اذا لم ينوي يبقى لا 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 لا, لا يصح له ان يصلي. لان افرض الان الجو حر اخي طارق، جو حر في عرق شديد، وصل البيت يريد ان يزيل العرق، دخل الحمام اغتسل، او نزل في نهر او نزل في حمام سباح واغتسل ورطب جسمه من الحر من العرق، حان وقت الصلاه هل له ان يصلي؟ لا يستطيع ان يصلي لانه لم يتطهر، لم ينوي. لابد من النية. لابد من النية. لابد من النية. إذا لم ينوي يبقى لا صح، لأن الاستحمام واحدة مثلا واحدة بتغتسل من التطهر من الحيض أو بيغتسل من الجنابة ولكن لم ينوي الصلاة يبقى لابد أن يتوضأ للصلاة خاصة. طب هو دكتور نية الغسل يعني واحد مثلا يعني بيغتسل من الجنابة بنية الغسل يخلص ويصلي، مش محتاج أن هو نية بس ينوي التطهر من الجنابة والصلاة، ينوي النيتين لازم، لانه لو نوى الجنابه خلاص الحديث واضح انما العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن الوقت لو اغتسل من الجنابه وحان وقت الصلاه لا يستطيع ان يقف صلاه لانه لم ينوي التطهر، لان من شروط عفوا من اركان الوضوء من اركان العفوا الغسل طبعا النيه، من اركان الوضوء ايضا النيه. النية وبعدين أن يعم الماء جميع الشعر والبشرة والتدليك لآخر هذه الشروط. وضح الدكتور. دكتور لم يتبقى لدقيقة واحدة، لو هناك دعاء في ختام الحلقة إن شاء الله. بأسماء الله الحسنى وصفات العلى ورحمة منزلة
بالقرآن العظيم وملك في من آيات وكلمات وأسماء وصفات بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا من قلت ادعوني أستجب لكم، يا من قلت أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأنك لا تخلف الميعاد. بأسمائك الحسنى لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عاسرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مهتديا إلا زدته. نسألك كل زفن كل شهيق، نسألك كل زفن كل شهيق، رفعة لا تضعنا بعدها أبدا، وكرامة لا تهنا بعدها أبدا، وعزة لا تذلنا بعده أبدا، ورزقا هنيئا لا تحرمنا بعده غيرا أبدا. ونسألك اللهم يسرا لا عسر بعده أبدا، ونسألك أمنا لا خوف بعده أبدا، ونسألك اللهم رضا لا سخط بعده أبدا، ونسألك غنى لا فاقة بعده أبدا، وعافية لا علة بعدها أبدا، كما نسألك رضا لا سخط بعده أبدا، وسعادة لا شقاء بعدها أبدا. ونسألك اللهم الحكمة التي من أتيها فقد أتيها خيرا كثيرا. بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة أدعوك أن تغفر لكل مؤمن ومؤمنة. اللهم اغفر لكل مؤمن ومؤمنة في علمك، اللهم اغفر لكل مؤمن ومؤمنة في علمك يا رب العالمين، في ملكك في دوامك. اغفر المؤمن والمؤمنات بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة. لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا، غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصلاة والسلام على أهدى الخليقة طريقة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.